هناك بقى في تقليد قديم في الكره المصريه، رمضان صبحي لما حب يحترف ويسافر بره طلع على الهواء مباشره المهندس محمود مختار وقال لك رمضان صبحي بيقول له دراعنا الاحتراف، لما اي لاعب بيحب يحترف يقعد يدعي الاصابات يخش في مشاكل مع الاداره سيبوه نمشي اعمل اسوي مش عارف ايه حاجات بالشكل ده. فالدور دلوقتي على ابراهيم عادل، ابراهيم عادل 21 سنه عقده مستمر مع بيراميدز لسنه 25، متمسك باللعب للنادي الاهلي، يرى ان في مبالغه من اداره نادي بيراميدز في طلباتها الماليه وده حقها ما نقدرش نقول لها يعني تنازلي او اعملي او سوي، ده مساله مفاوضات في الاستغناء عنه، يعني مبالغه في طلباتها الماليه خاصه ان اللاعب يرغب في الرحيل للنادي الاهلي. عقده بينتهي في 25، عقده بينتهي في 25، لكن هو يعني بيحب النادي الاهلي ونفسه يلعب في النادي الاهلي وده امر طبيعي. لما احمد فتحي كده قال لك انا عاوز اروح بيراميدز قال له روح، رمضان صبحي اتفق مع الخطيب على كل حاجه وفي الاخر قال له لا انا لقاه هناك، قال له خلاص جود باند جود لك بالتوفيق يا حبيب قلبي، وبالتالي شريف اكرامي اعلن مبكرا انه رايح بيراميدز. فالنهارده ابراهيم عادل، طب دي امر معروف عند لعيبه الكره كلها، مش عند بس اللي عاوز يجي النادي الاهلي، عاوز يجي الاهلي، عاوز يجي الزمالك، عاوز يحترف، عاوز يروح بيراميدز، بيبدا في اعلان رغبته وبقوه وربما تتحول الرغبه الى صدام ويتم الايقاع. يعني ابراهيم عادل تصادم مع الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز ودخلوا في صدام عنيف جدا 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 جدا، ترتب عليه غيابه عن مباراه الامس امام سموحه واللي كسبها بيراميدز بخمسه، خمس تجوال روعه واداء مميز، حق ربنا دي كوره هتشوف اللي قدامك تقول حلو، يبقى بيديرها بقى ممدوح الساعاتي ولا ممدوح اسمه ايه ده؟ يدير ممدوح ايه؟ ممدوح الساعاتي ده راجل غالي وعلى راسي من فوق، ممدوح عيد برضه يعني عامل شغل كويس مع بيراميدز، يعني مش عارف انا بقوا بيجبرونا ان احنا نمدحهم بادائهم الجميل والممتع امبارح، خماسيه رائعه في شباك سموحه، ما اعرفش عبد الحميد بسيوني كان دوره مثلا على المدفع انه يكسب الاهلي 3-0 بعدين يبقى 3-2 وكده، ولا دوره ان هو يكمل مع كل الفرق؟ يعني مع الزمالك خسر ومع بيراميدز خسر ودول الثلاث فرق الكبار اللي في الدوري. فحتى النهارده قريت تصريح لرئيس النادي قال لك الحساب اخر الموسم، الحساب ما مش هيبقى بالقطعه ابدا ولا كلام بالشكل ده. فعبد الحميد بسيوني مدرب كويس لكن امبارح خسر خمسه بالشيف، عجبني قوي 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 الجون اللي جابه ابراهيم عبد الله السعيد بصاروخيه بعيده المدى على يمين الهاني سليمان اللي ما اعرفش امبارح كان واقف في الجون بيعمل ايه؟ هل هو كان واقف شايف الكوره ولا كان واقف مثلا بص على الكاميرات اللي بتصوره ولا كان بيفكر في انه يعمل جنس ركود في اهدار الوقت ولا ايه؟ فامبارح بيراميدز كسب بخماسيه رغم غياب ابراهيم عادل. فابراهيم عادل قال لهم انا عاوز امشي، انا عاوز امشي، عاوز اروح النادي الاهلي، انا عاوز اروح النادي الاهلي. انتوا كل شويه تقولوا للنادي الاهلي رقم يوافق لكم عليه تقوموا مزودين. قلت له 3 مليون دولار ودخلته في مفاوضات ووصلته ل 2 مليون دولار وعلي لطفي. دلوقتي بتقولوا لا عايزين 5 مليون دولار، قال انتوا كده مش عاوزين تمشوني والاتحاد الدولي مع رغبه اللاعب، فبالتالي انتوا كده عايزين تبطلوا كره بطلوني مش عارف ايه، دخل في صدام عنيف جدا 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 مع هاني سعيد لرغبته في الانتقال الى النادي الاهلي. قلت لك قبل كده ان الملف ده بتاع ابراهيم عادل وبتاع اسامه جلال عند ياسين منصور. فالناس اكيد في تواصل لان التفاوض مباشر بين امير توفيق والمسؤولين في نادي بيراميدز. ما فيش توافق بين الاداره وهذا خطا، وانا قلت ان لازم اداره الاهلي ما يبقاش مقطعه الحبال مع كل الانديه، لازم يبقى في تواصل مع الانديه لان في مصالح في مصالح متبادله. بسم الله صلي على رسول الله اللي بمركز معايا بعين كده بيحسد ولا حاجه. ايوه يا ابني لابسين اخضر. اقول لك ايه بس القبه خضراء يا حبيبي والعمامه خضراء بتاعت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم حبيبي الغالي حبيبي الغالي، فهنا ابراهيم عادل عاوز الاهلي، بيراميدز حد 3 مليون دولار، الاهلي دخل في مفاوضات واتفقوا على 2 وعلي لطفي ماشي، دلوقتي قال لك لا عايزين 5 مليون دولار. فهنا اللاعب فاض بيه بقى، يعني انتوا عايزين ايه بقى؟ يعني انا جاي لكم من المريخ ببلاش وهتكسبوا الرقم ده وهتحققوا لي حلم بارتداء القميص الاحمر واللعب للقلعه الحمراء وهفوز بفلوس ياسين منصور سواء اللي في العقد او بره العقد لحد ما نشوف ضبط الاداء المالي ده اللي بيتكلم عليه اتحاد الكوره والميزانيات اللي هتقدم والحكايه بحيث ما يبقاش في حاجه من بره العقود. فده امر خلى ابراهيم عادل يصطدم مع هاني سعيد ويبقى يقول له بقى خليك وايقاف ابراهيم عادل. ما دي مرحله من التفاوض بتحصل في كل الامور. يعني عبد الله السعيد قبل ما يجي الاهلي من الاسماعيلي كنت انا وقتها في نجم الجماهير بقى الجورنان، كنت قايل خبر في يناير
وكان الخبر هو كان قابل عبد القيعي في دار الدفاع الجوي في يناير ووقع، وكان حاضر معاه زوجته الفاضله، وكان حاضر معاه المعلق بلال علام، وكان حاضر تامر النحات. وحكيت الحكايه وقتها، قال لي اخوه في الاسماعيليه زعلوا مني جدا جدا جدا، قلت لهم انا وياكم والايام بيننا، لو اخر الموسم في صدام مع الاداره مش عارف ايه بتاع، غياب عن التدريبات مش عارف ايه، همشي بتاع، بتفاوضوا خلاص امشي. ده السيناريوهات اللي ما زالت موجوده في العقليه المصريه او عقليه اللاعب المصري، والسبب برضه هو عدم وضوح الاداره. يعني انت عاوز تبيع حد، بحدد رقم بشكل منطقي وبحدد ربحي وحاجات وكلام بالشكل ده. يعني انا محترم جدا محمد صبحي امبارح وبيؤدي اداء رائع امام نادي الزمالك، ده معناه انه لعيب بيكتب تاريخ لنفسه وبيكتب مستقبل لنفسه، واخرس كل الالسنه اللي كانت بتقول ان في لعيب كبير كلمه وبتاعه عشان يفوت وكلام. لا، محمد صبحي عمل ماتش رائع، والزمالك استحق الفوز عن جدارة واستحقاق بالهدف ده، وكان قريب جدا 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 نادي فاركو انه يتعادل في المباراة. لكن كده ابراهيم عادل وهذا الصدام القوي والعنيف مع إدارة نادي بيراميدز للرحيل إلى النادي الأهلي، إبراهيم عادل الأهلي مركز فيه جدا جدا جدا، عاجب بيه، داخل دماغ بيه بصراحة يعني. فإنك تتفق بقى وتروح للفلوس وتتفق عليها وبعدين ترجع تغير الكلام تاني من 3 مليون دولار اتفاوضنا، قلنا 2 مليون دولار وعلي لطفي، خلاص بقى الكلام خلص، ونسبة من إعادة البيع 10%. ما نقعدش بقى كل شوية نغير كلامنا، ده اللي مخلي إبراهيم عادل عامل ثورة كبيرة جدا جدا جدا، وهنشوف ونتابع كلنا ايه اللي هيحصل في المرحله اللي جايه. لكن واضح ان بتحرك ابراهيم عادل ده ان هو يعني خلاص ظبط مع ياسين منصور، ما هو ياسين منصور اللي بيظبط، مفيش حد تاني بيظبط. ده اكيد عمل قعده مع ياسين منصور، جابوا له امير توفيق وقعد معاه. يا عم عمرو شاهين ملوش علاقه بالصفقات، الصفقات كلها امير توفيق، انتوا ليه ظالمين عمرو شاهين؟ بس عمرو شاهين لا بيجيب مدرب ولا بيجيب لاعب، عمرو شاهين مدير تنفيذي للشركه، مدير تنفيذ الادارات والهيئات والحكايه، اداره الشركه على مستوى التنفيذ، رئيس الشركه ياسين منصور، المدير التنفيذي عمرو شاهين، فلا بيشتري ولا بيبيع عمرو شاهين. مش عاوزين يعني نفتري على حد بالكذب، مش عاوزين نظلم حد بالكذب، عشان ربنا يكرم، عشان ربنا يكرم، بلاش نفتري على حد بالكذب، بلاش نشوه حد هو ملوش دور في انه يبيع ولا يشتري، واقول هو يا سلام، يعني هو اللي جاب سواريش وكان الكابتن خطيب فين وحسام غالي فين وياسين منصور فين؟ يا جماعه بلاش الكلام اللي يجني ده. لا جاب سوارش ولا له علاقه بسوارش، وكان قاعد وامير توفيق قاعد وبيدير المفاوضات حسام غالي، وفي الاخر ياسين بيه منصور وكابتن محمود الخطيب، وفي الاخر جابوا لجنه الكوره اللي ما كانوش يعرفوا حاجه، قالوا لهم عملنا كذا 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 كده يعني. فما فيش حد يجي يقول لي ده عمرو شاهين هو المسؤول، ما يرضيش ربنا الافتراء ولا يرضى ربنا الظلم. فعشان كده بقول لك هو بعيد، وما هوش هو اللي بيتفاوض مع امير عاد، مع ابراهيم عاد اللي بيتفاوض برضه، وده حقه امير توفيق، لانه لو ابرم الصفقه هنقول له برافو عليك يا امير، طب ما ابرمهاش هنقول له برضه مش برافو عليك يا امير، خليك قاعد بتبلبط في الميه في الساحل الشمالي وسايبها كده يا عم امير. لايك وشير وصلي على حبيبك سيدنا النبي الزين جد الحسن جد الحسين.